صدر عن صاحب اسم الملكيه الامير خليفه بن سلمان الخليفه رئيس الوزراء المقر حفظه الله ورعاه قرار رقم 62 لسنه 2015 بتشكيل لجنه تقدير كلفه البنيه التحتيه جاء فيه. تشكل لجنه تقدير كلفه البنيه التحتيه ويشار اليها في هذا القرار بكلمه اللجنه برئاسه وكيل الوزاره للنقل البري والبريد بوزاره المواصلات والاتصالات وعضويه ممثلين عن الجهات الاتيه. ممثل عن ديوان صاحب اسم الملكي رئيس مجلس الوزراء ممثل عن مكتب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ممثل عن قطاع الطرق بوزاره الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ممثل عن قطاع الصرف الصحي بوزاره الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ممثل عن شؤون البلديات بوزاره الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ممثل عن قطاع التخطيط العمراني بوزاره الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ممثل عن قطاع الكهرباء بهيئه الكهرباء والماء، وممثل عن قطاع الماء بهيئه الكهرباء والماء. ممثل عن وزاره الاسكان، وعلى كل جهه من الجهات المشار اليها تحديد من يمثلها في عضويه اللجنه عن لا ان لا يقل مستوى التمثيل لعضويه اللجنه عن درجه مدير اداره، وتكون للجنه ذات الاختصاصات المنصوص عليها في الماده السادسه من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 2015 بشان تحصيل كلفه انشاء وتطوير البنيه التحتيه في مناطق التعمير.